احتفل باليوم الدولي لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تحت شعار تكريم أبطالنا. وقبل اليوم الرسمي أقيمت سلسلة من الأنشطة التذكارية في العاصمة الليبرية مونروفا يوم الجمعة، حيث شارك فريد ظريف الممثل الخاص للأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع قوة حفظ السلام من الصين ونيجيريا وباكستان في الأنشطة. هذا وتأسس اليوم الدولي لقوة حفظ السلام التابع للأمم المتحدة في عام 2002، ويهدف إلى الإشادة بمن يعملون في عمليات حفظ السلام الدولية وتكريم الذين ساهموا بحياتهم من أجل قضية السلام. وحاليا يعمل أكثر من 124 ألف مدني وفرد من الجيش والشرطة في 16 عملية لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم. وقد خدم أكثر من 30 ألف صيني من قوة حفظ السلام الصينية في الخارج منذ انضمام الصين إلى العمليات في عام 1990.